بها والغش يهدي النفس للخسران. من غش لا يجني الندامة والأسى ويكون الطوع أنامل الشيطان. يا رب فانحنا الأمانة والرضا يا رب وقنا مكيدة كاذب خواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. وهذه المجالس منعقدة في الحقيقة نصيحة لأهل الإسلام وتحذيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من الغش الذي قد تفشى فيها، ومن ثم تحذير لهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فمعنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أحد إخواننا الأفذاذ في علم المقاولات وعلم المباني، وهو الأخ الكريم المهندس سعود ابن عبد اللطيف أبو السعود، وليس سعودي الجنسية إنما هو أخ كريم مصري من مدينة المنصورة من ذوي الخبرة الواسعة في هذا الباب. فمرحبا بك وأهلا وسهلا بشمهندس سعود. ولا أدري معنى البشمهندس، إنما سمعت الناس يقولون الذي أعرفه أنه المهندس، أما الباش فأنا ما أدري ما معنى الباش مهندس بهذا الإصطلاح. مرحبا بك وأهلا وسهلا وجزاك الله خيرا. لا يخفى عليك حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. فمهنة المقاولات كغيرها من المهن تحتاج إلى الأمانات ومعلوماتنا القليلة وخبراتنا الضعيفة، أنه من الممكن أن المقاول بدلا من أن يضع في العمود ستة أسياخ يضع مثلا خمسة أو ثلاثة، وهذا نوع من أنواع الغش الذي لا يرضي الله. فبيانا لأمة محمد ونصيحة لها، هل تستطيع أن تفيدنا أو تفيد إخوانك الذين يتابعونك الآن بفوائد في هذا الباب، باب تخصصكم؟ بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة يعني شغل المقاولات شغل حساس جدا، وحساس للإنسان إذا كان يتقي الله أم لا يتقي الله. شغل المقاولات شغل ينقسم إلى جزئين، جزء مع الحكومة وجزء مع الأهالي. بالنسبة للجزء مع الحكومة، فالمقاول بيبقى نازل له مناقصة محدد فيها الكميات، إذا كان بالنسبة للخرسانة والتسليح، إذا كان بالنسبة للخرسانة وإذا عدد. يعني تقصد إن ممكن يكون في غش في التعاون مع الحكومة أيضا؟ ما أنا أقول لحضرتك أهو، يعني هي المناقصة بتبقى نازلة على أساس إنها بتنزل فيها الكميات، والكميات دي لها مواصفات، ومحددين المواصفات. المتر فيه كم سيخ، المتر المكعب فيه كم شكارة، يعني مثلا بيقول لك 350 كيلو جرام في المتر المكعب، يعني 7 شكاير في المتر. القصة بقى بتيجي ان في ناس في دماغها ان هي لازم تكسب في المشروع دي. طب تكسب ازاي؟ اذا هو حط الكميات اللي هي الموجودة في المواصفات بالظبط، فالمفروض ان السعر ده بيبقى بيعلو. يعني افترض ان انا اخذت كراسة الشروط، كانت كراسة الشروط، افترض ان انا اوفي بها، لازم اوفي كراسة الشروط المواصفات دي الموجودة بالظبط. لكن اذا وفيت بها ساخسر. هو بحط سعر اقل عشان يعني ترسوا عليه دون المقاولين الاخرين. وبعد ذلك يبدا يلعب في كميات الاسمنت، بدل ما يحط 7 شكاير في المتر يحط 5 شكاير في المتر، دي وارد موجوده جدا في اعمال الصرف الصحي كانت بتتم. كيف تكتشفها بعد ان يتم البناء؟ لا، هو المفروض ان في مهندس مشرف موجود للاعمال الحكوميه، لازم يبقى موجود على كل شغل بيتم. مهندس الحكومه ده كالقاضي، لازم يكون واقف على الاعمال. القاضي يجب ان يكون مرتشيا. الا مرتشيا اذا لا يجوز اصلا، لا يترك العمل، لا يتهاون في هذا الامر. عندنا 3 اشياء بتسبب ضعف الخرسانه: كميات الاسمنت، نوع الزلط او نوع السن اللي بيشتغل به. الكميات، لان الزلط ده فيه مثلا المتر يوصل من 120 لغايه 90 جنيه نفس الحجارة التي هي في والسن كذلك. لا عفوا انا اقف هنا يعني مهندس احسن، ولما بيجي يشتري السن، يعني تقصد الزلط، لان الزلط في بلاد تانية بيعمل فلوس،
في اليمن الزلط يقول الزلط معناه فلوس. هنقول عليه زي ما بيقولوا عليه الكنكري زي ما بيقولوا في علم مواد البناء الحديث يعني او الركام يسموه الركام. لكن في مصر الزلط اللي معروف الزلط والسن هنا انما في المستقبل في العلم بيقولوا عليه الركام. يبقى الركام يعني تقصد ان الزلط هذا نفسه يتفاوت فيه متر ب 90 جنيه وفي 120 120 وفي في 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 انواع متعدده. يعني انا كرجل عمي بصب بيتي بصب بيتي انا لا افهم فبجيب المقاول بقول له خلاص انا اصب لك السقف، هل ترى ان يلزمني ان انا احدد له صنف نوع الزلط نوع الحديد نوع لا انا افضل ان اي واحد بيبني بيت لازم يكون معاه مهندس، لان المقاول لا يقبل الا انه يعمل شغل يريحه يوفر عليه في الفلوس الاموال لازم يكسب فيكسب يعني بصوره تفاوت في اسعار الرمل تفاوت في اسعار الزلط والرمل اما الاسمنت والحديد ثابت يبقى الـ هيبقى اللعب في الـ بالنسبه للخرسانه في كميات الاسمنت بدل ما احط على المتر سبع شكاير احط على المتر خمس شكاير وده خطا خطر يعني المراقبه اثناء التصنيع نفسه يعني رقم واحد المواد رقم اثنين التشغيل كمان حتى بيجي في التشغيل بيزود كميات الميه في خلط الخرسانه وتضر بيها يا باشمهندس تضر اولا في نسبه بين الاسمنت والمي نسبه بيسموها في العلم ووتر سيمنت ريشيو نسبه الميه للاسمنت اذا زادت الاسمنت ده خلاص اللبان الموجود ده كله يعني المقاول يستفيد ايه من ان هو واقف مع واحد عاوز يخلط بسرعه الخلاطه تخلص بسرعه لما بحط كميات الميه المظبوطه فالخلط بيحتاج وقت يعني بس فقط زمن الخلط رقم واحد والتشغيل في الصب صعب لان محتاج ان انا ادك مظبوط واستعمل هزاز عشان لان كان يعني لازم يكون لها قوام القوام ده لو انفك باظت الخرسانه هو بيحاول يزود الميه ويزود الرمل كمان لان نسبه الرمل لما بتزيد بتريحها وتسبب ضعف في الخرسانه في نفس الوقت تطلع للمواطن العادي خرسانه ملساء شكلها جميل لكنها في منطقه الخطوره ضعيفه جدا يعني اهم حاجه القوام اللي هي نسبه الميه للاسمنت يبقى الواحد دايما حتى لو في راجل عادي بيشتغل في بيته يخلي باله قوي من نسبه الميه للبتاع يعني ما تبقاش الـ 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 الخرسانه مرقه قوي زي ما بيقولوا كده يعني لا احنا عاوزينها قوامها مظبوط. باشمهندس سعود الله يحفظك في التعاملات مع الحكومه الان راست عليك مناقصه نعم طبعا هل بيستجيز بعض المقاولين ان يعطي المهندس الحكومي المشرف نسبة من المال للتغاضي عن القصور الذي يكون في العمل هذا وارد بالنسبة للمقاول اللي بيأثر في كميات وما بيحطهاش مظبوط طبعا المواصفات هيعطي المهندس الحكومة فلوس طبعا حرام حرام طبعا والراشي والمرتشي ملعونان يعني هو دلوقتي هو قاضي هو صح هو يعني احنا يعني المهندس من طرف الحكومة بمثابة القاضي بمثابة القاضي ان اكل مالا كي يمرر القضية على غير وجهه يكون اكل سحت ما هو قاضي لكنه قاضي مظلوم جوعوه ما عطوش المال اللي هو يستره كيف جوعوه اعطوا له راتب ضعيف جدا هل اجبروك على العمل لا 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 يفيد عائله احنا بنتكلم بس عشان اسال سؤالك عفوا هذه قضيه مهمه يا باشمهندس ايوه برضه احنا افترض ان الحكومه اعطتك راتب ضعيف هل الحكومة ألزمتك بالعمل معها؟ ما ألزمتنيش استقيل بس هي القصة نفسها هو القاضي ده هو أكتر من المستشار لو في المحكمة لأن ده بيتحمل مسؤولية مبنى كامل أفهم. مبنى ده ممكن ينطبق على الناس أنا أفهم كويس أفهم جيدا لكن هب أن الحكومة أعطت المهندس راتبا قليلا نعم هل يستجيز أن يسرق؟ لا يسرق لم يعجبه العمل يتركه والحمد لله أرزقكم واسعة يترك في أبواب أخرى يترك كل التي تعترين الآن في شراء الشقق المنتهية التي شطبت ونحن لم ندري كيف شطبت ففي هذه الحال قلت لا علاج عندكم إلا أننا نشتري من أهل الأمانة وأهل الديانة وأهل الثقة ونستشير أهل ذلك وإلا فقد يكون هناك غش وقد تؤول الأمارة للسقوط ومن ثم لا علاج بعد بنائها إلا هناك مسألة شرعية يا باشمهندس سعود وأن بعض الناس له قطعة أرض وليست عنده أموال لبنائها فيأتي بمقاول يقول تعالى ابنيها ولي النصف ولك النصف نصف مقابل الأرض ونصف كمقابل البناء المقاول ليست عنده أموال فيأتي بالرسومات ويعرضها للبيع قبل أن يبني فيدخل المقاول
بلا شيء أصلا بلا رأس مال ويبيع قبل أن يبنى. وعندنا في الشرع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك أو لا تبع ما ليس عندك، كلاهما عن رسول الله. فهل هناك سلبيات من شراء الشقق قبل أن ينشأ المبنى من الأصل؟ وجهتكم على التوصيف الشرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية: لا تبع ما لا تملك. ففي بعض العلماء يقولون إن هذا سلم، والسلم إننا سلم لواحد مبلغ مقابل سلعة معينة يسلمها لي بعد شهرين أو بعد، صورة مستثناة من البيع ما ليس عندك. لكن عندنا في الشريعة السلم في الشيء الموزون أو المكيل معلوم الصنف إلى أجل معلوم. فهل واجهتكم سلبيات من جراء بيع الشقق على الورق كرسومات قبل أن ينشأ المبنى؟ يعني هو بالنسبة للنظام المشاركات اللي هو زي ما حضرتك قلت إن في ناس عندها أراضي ما عندهاش مقدرة إنها تبنيها، فبيعملوا على مشاركة، والمشاركة دي يعني بالنسبة للأرض النسب تختلف على حسب موقع الأرض وقيمتها. ده ما يختلفش كده، لكن لما أتكلم على بيجي يبني هو يفضل في المشاركة أن يكون من أهل الخبرة وأهل لا أنا لا أتكلم على الشريك ده تخصكم، أنا أتكلم أتكلم على العامة من أمثالنا. ما احنا بنتكلم برضه على أساس إن أهل الثقة في المباني وفي المشاركات إذا كانت سمعتهم طيبة موجودة أنهم بيوفوا بهذا الأمر وبيوفوا الناس مسلمين. أنا ممكن أنا بعلقها من جزئية شرعية أخرى، الناس ما تقدرش توفي. لا الوفاء ده مسألة أخرى. تمام. يعني ممكن يأخذ مني الفلوس كما تفضلت، وبعد أن يأخذ الأموال لا يبني. دخلنا في النصب هنا والاحتيال، يعني كم من مقاول يعطى المال على أساس يسلمني الشقة بعد شهر 10 مثلا، ممكن يسلم الشقة بعد شهر 10 في الدور العاشر لكن يتغاضى عن إنشاء المصاعد، فهذه سلبية. هي ده حضرتك اللي بقول عليها بقى أن احنا نبحث عن الشريك. هذه واحدة مهمة جدا، لكن أنا أسأل هذا يوفي فعلا ما اتفقنا عليه في العقد ولا هو بس؟ لا أنا أفترضه أمينا، أفترض أن المقاول أمين وأن صاحب الأرض أمين، لكن البيع الآن يتم بيع الشقق قبل إنشائها. هو يبيع الشقق قبل إنشائها، الناس بتحجز، الناس عاوزة تحجز الشقق عشان ما تروحش، فبيدفع مقدم 25% أيوة مثلا. أيوه على أي أساس توصيفه الشرعي؟ على أي أساس هذا يعني المقدم؟ يعني الرسول يقول: لا تبع ما ليس عندك الآن. الآن الشقة ممكن تنشأ وممكن من الأصل لا تأخذ الأرض تصريح بناء. ما هو ما بيبيعش لما يكون مطلع رخصة أساسا، يعني أكثر الناس المشتركة ما بيبيعش لما يكون مطلع رخصة، وأكثر الناس ما بتشتريش إلا لما تكون الأساسات طلعت قدامها. يعني الناس بتبقى حريصة برضو، اللي بيشتري بيبقى حريص يقول لك الأساسات طلعت ولا ما طلعتش. يعني ما زال السؤال قائم يا باشمهندس سعود، هل واجهتكم مشاكل من جراء شراء الشقق بيع الشقق قبل أن تنشأ أو لم تواجهكم مشاكل؟ والله دي تكون ممكن تكون مع شركات وبعض الأفراد. وبعض الأفراد. إنما في صورة الخلاف في يعني. في الأمر العام هي ماشية والناس كلها بتستنى، لكن هو الخلاف كله إنه أحياناً ما بيوفيش للسكان ما طلب منه. يعني الناس وفت وسددت عقوم ومع هذا الأسانسير ما اشتغلش، ما كان ما عملش الأسانسير، ما هذه من ضمن العيوب. لا أنا بشوف يا باشمهندس، أنا تعاقدت على شقة كرجل من العوام في هذا الباب، لا أفهم تفصيلات، فممكن تركب لي أسلاك كهرباء ضعيفة، وممكن تركب لي لمبات كهرباء من نوع رديء، وممكن الأسياخ ضعيفة، وممكن الرمل الموضوع من نوع رديء. احنا قلنا بقى دلوقتي هنرجع تاني انه لا ينشأ مبنى الا بإشراف مهندس ويكون إشراف كامل. يعني ما اقولش المهندس يجي يستلم الحديد ويمشي، لا انا عاوز المهندس او المكتب المشرف يكمل إشرافه بالكامل حتى تتم صب الخرسانة بالكامل، لازم عشان نحافظ على الخرسانة ما يبقاش فيها مية زيادة بتضعف في الخرسانة، الحاجات دي كلها لازم الإشراف يكون كامل من بداية النجارة لغاية صب الخرسانة. ده مهم جدا، لأن أثناء التشغيل ممكن الجماعة بتوع الخلاطة دول النصيحة العامة اللي توجهها للمسلمين في باب المعمار وباب الخرسانات وباب التسليحات كنصيحة عامة غير متقيد بالأمثلة التي لا أنا أنصح أن أي إنسان رقم واحد إذا كان هو صاحب مبنى يكون عنده مشرف، إذا كان بيشتري شقة يبحث ويشوف مين المشرف، هل في فعلا مشرفين ولا مش فيه ولا مفيش مشرفين، لازم يتأكد من هذا الأمر، واللوح بتاعته ياخدها
ويرجعها مع اي مكتب هندسي، شوف التصميمات دي سليمه، كان يطلب من صاحب البيت اللي يشتري منه الشقه صوره من الرسومات الانشائيه وصوره من الرسومات المعماريه، ويروح لاي مهندس يعرفه او مهندس استشاري يعرفه يراجع له الرسومات دي يشوفها سليمه ولا مش سليمه. وفي نفس يعني وانا بشتري شقه ادب لمهندس، ادب لمهندس من الطيبين الامناء. ايوه هذا هو، لازم 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 استرشد به. الكلام ده صحيح والرسومات دي صحيحه. عندك نصيحه اخرى يا باشمهندس سعود؟ نصيحه دايما الناس دايما لازم يعني مش كل واحد يشتري كده على طول، لازم يتاكد من حاجه. خلاص اتفقنا ان هذا لمهندس، في نصيحه اخرى في هذا الصدد؟ والله الناس كلها دايما يعني ليه سبب تفاوت اسعاركم يا مقاولين؟ في سعر الخلاطه يتفاوت، سعر العماله يتفاوت، ايه السبب؟ هو سعر العماله، اللي عاوز يعمل شغل كويس بيدفع فلوس كويس. الفلوس دفعها مش مقياس. لا يعني في عامل بياخد في المتر مثلا، هقول مثلا بياخد 20 جنيه، في عامل تاني بياخد في المتر 25 جنيه. بس بيبقى 25 جنيه ده شغل مظبوط. في مقاول بيفك الشده بتاعته. يعني مقياس الغلاء والرخص؟ طبعا. يعني احنا هل الشده بتتفك بعد قد ايه؟ في ناس بتفك بعد 4 ايام، في ناس بتفك الشده بعد 5 ايام، في ناس بتفك بعد 12 يوم، في ناس بتفك بعد 14 يوم في البحور الكبير. واحيانا بوصل 21 يوم زي ما عندنا في المجمع، احنا بنفك المجمع هنا على 21 يوم لان البحر 9 متر. هي المشكله يعني كلما اتسع السقف كلما احتاج زمن اطول. المقاول ياخد لان ما يفك بعد 5 ايام خلاص شغل. يعني اذا كنا بنعمل سقف يا باشمهندس فك الخشب بسرعه ضرر جدا، لان الخرسانه يعني احنا عندنا كده ما بتنشف يا باشمهندس مثلا، بتزيد يعني قوه الخرسانه بتوصل 70% بعد 7 ايام. وبقيه ال 30% بتاخدها في 28 يوم. يعني صاحب البيت المتعجل نقول له لا تتعجل، لان تعجلك فك الخرسانه يقف قدام المقاول ما يخلوش يفك، ما يفتحلوش الباب عشان يفك الخشب ابدا ابدا الا بعد انتهاء المده. انتهاء المده طبعا المقاول يهمه انه يخلص بسرعه. عاوز يفك عشان يشد العمدان اللي فوق والسقف اللي فوق بسرعه. أيوة. يبقى ورا بعضه بخلص على طول. هي القصه احنا عاوزين كده. يعني تنصحنا جميعا اذا كنا اصحاب بناء ما يفكش خشب الا بعد مده معلومه. يعني البحور الصغيره، يعني البحر الصغير لازم تفهم له 10 ايام. الشقه العاديه على حسب البحور اللي فيه، يعني احنا بناخد من شقه 200 متر معموله جدران، يعني بس العمدان البحور في الصاله كبيره ولا صغيره؟ افترض وسط. لا لو الوسط يبقى 10 ايام. 10 ايام يعني اذا فك قبل 10 ايام ما يفك في ضرر. اما اذا كان في بلكونات وحاجات من ده بتاع يوصلها 12 يوم 14 يوم مش اي مشكله. نفس بارك الله فيك يا باشمهندس. لو في اي نصيحه تحب توجهها لاخوانك المسلمين لقول الرسول الدين النصيحه. يعني انا بنصح يعني نحسبك امينا. أنا بنصح كل انسان انه يبحث عن الجيد، لان الجيد احنا مش هناخذك في اخراج اللسان في الثاء. لغه العرب احنا اخراج اللسان في الثاء. نبحث عن الجيد بقدر المستطاع. يعني لو قال لك ان الراجل ده سعره زايد شويه فاعلم ان هو حاجته هتبقى كويسه وهي الارخص. كلما كان كل شيء غالي هو في النهايه بنقول عليه رخيص. طبعا اذا ما اتقينا النص، انما لو خد حاجات رخيصه هي اللي عليه بقى هي تعتبر دي هي الخراب بالنسبه له. نعم. انما احنا ما نستهينش في الحاجه، لازم نقدرها قدر كل حاجه بقدرها. يعني محتاج يعني الكهرباء فاغش، السباكه فاغش. لا الكهرباء ما فيهاش غش، احنا مشكلتنا مش في الكهرباء، لان كل واحد بيشطب شقته بالكهرباء بتاعه او بيعمل سباكه، انما مشكلتنا كلها في الخرسانات والحديد. دي المشكله الكبرى اللي عندنا. لا في مقاولين كهرباء وفي مقاولين كهرباء مثلا بيعملوا علب الكهرباء بيحطوا فيها جبس. انا عشان نقيم هذه الحلقه اشترينا يعني مشترك في مشترك قال لنا ب9 جنيه جبنا لسه بنفتح المشترك وجدناه خربان، في مشترك قال لي ب50 جنيه. ما هو ده الرخيص وده الغالي. اي نعم. يعني من الرخيص والغالي، الغالي حاجه ثمينه يعني حاجه جيده الصنع. كذلك برضه في المصنعيات باسم العمال، عامل بيجيد الصنعه بيقفل شغله مظبوط بيطلع خرسانه سليمه دي كلها سعره بيغلى فما تزعلوش. انما لما يجي يقول لك ده صب لي ده فك الخرسانه بعد 5 ايام ده عامل حد كلها، انت اللي متحمل هذا الامر. نعم. جزاك الله خيرا يا فندم. بارك الله فيك. في خلافات بتاتي في القياس لازم نسترشد ب في خلافات بتجي في القياس. في القياس في يعني لان في حاجه تتبع العرف وفي حاجه ما تتبعش العرف. يعني في عرف في القياس. على سبيل المثال مثلا يقول لك الواجهات بتتقاس ازاي؟ الواجهات بتتقاس بما فيها البلكونات على انها وجه. حتى لو انا واقف في البلكونه بعتبر ده وجه.
ده عرف، والعرف بنعتبره هنا دلوقتي احنا يعني بيشتري الشقه انا الطبيعه قسطها 120 والبياع قال لي هي 140، عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا في فرق بقى بين، يعني في فرق، انا بشتري شقه، فلما بشتري الشقه ده هو زود عليها كميه فراغات قد ايه؟ يعني انا عندي مناور المفروض في حاجتين اتنين، في بالنسبه للبيوت اللي هي في المدن الجديده بيزود نسبه من 15% ل 20%، نسبه على الارضيه العامه ولا نسبه على مساحه الشقه؟ على المبنيه على الطبيعه، مبنى الشقه على الطبيعه، وزود لها من 15 ل 20% دي بالنسبه للمدن الحديثه، لانه عنده فراغات في جميع الاتجاهات، لانه بيبني على 50% في المبنى، فبياخد طيب مثلا. اذا كان عقد الارض يعني بالنسبه للارض العاديه، لا عقد الارض انه شاري 100 متر ساب منها فراغ 20، انا بقول له يعني احسب لي ال 100 متر الموجوده. ما حضرتك بالنسبه للاراضي اللي بقى اللي هي في الكتل السكنيه القديمه كلها بالكامل، احنا بنحسب الشقه بالكامل مساحتها، واي مناور لو كانت شقه او اثنين او ثلاثه تقسم المناور على قدرها، وتشيل معاها السلم وتشيل معاها الاسانسير وتشيل المدخل تحت كمان يتوزع على بعيد. ما اختلفتش في كده كل ده، ولو في غرفه كهرباء تتحمل معاهم. لا يعني انا مش مهندس الارضيه، انما هو بقى كونه يقول لك مثلا او يزود مثلا من عنده، خد بالك 10% 15% ارفق بيها. اخر سؤال، يعني الارضيه مساحتها 100 متر تمام، الارضيه مشتراه بعقد 100 متر تمام، انا بقول انا موافق ان انا اشتري الشقه على 100 متر، ما هي في بقول انا ببيع لك 120. لا هو في المفروض في بروزات البلكونات بيحسبها عليا. بروزات البلكونات انت مستفيد منها، بتقف فيها وبتستعملها تمام. المدخل بتاع العماره ده انا بدخل منه السلم بستعمله، فالمدخل بيتقسم على عدد الادوار بالكامل يعني وعلى عدد الشقق، ولو في غرفه كهرباء كمان معموله بتقسم عليها، ولو غرفه بواب برضه تحسب عليها. انما في بعض الافراد بيزود لك نسبه من عنده يقول لك هي كده انا ببيعها كده، وهي ليست على الواقع كده. هي ليست على الواقع كده نعم، انما هو الصح. هتنصحنا ايضا ناتي بقياسين يقيسوا ويقول له انت 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 مزود كام على مساحه الشقه؟ نعم انت عارف نعم. فالصح انها تتقاس وزود القياس يجي يسال لي. ده الصح الصحيح كده. بارك الله فيك يا باشمهندس سعود، اسال الله ان يجزيك كل خير على نصحك، كل خير على نصحك للاسلام والمسلمين. وبارك الله في اخواني اصحاب قناه الحافظ الفضائيه، اسال الله ان يجعلهم مناره خير للاسلام والمسلمين. هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. ان الامانه للامين سجيه يسمو بها بمراتب الايمان، يحظى بها حب الخلائق تستهين بربها